كريستال بالاس ويست بروميتش الدوري الانجليزي الممتاز البريمير ليج الجوله 28 وشاهدنا كيفاش كانت المباراه مباراه اللي كانت شيقه مباراه اللي شاهدنا هدف في الدقيقه 37 يعني وين كانت عن طريق ضربه جزاء وين لوكا الذي سجل الهدف الوحيد في الشوط الاول اللي انتهى عليه هدف ليصيف شاهدنا الشوط الثاني ونقولوا بلي ويست بروميتش وين حاول بكل طرق يعني العوده في النتيجه يعني بدون نقولوا بلي روي شاهدنا روي دخل بخطه 4-4-2 شاهدنا كيفاش سام المدرب تاع ويست بروميتش اللي دخل بخطه 4-1-4-1 53% نسبه استحواذ ويست بروميتش 47% كريستال بالاس 309 تمريرات ويست بروميتش 227 تمريرة كريستال بالاس يعني كانت المباراة مباراة اللي كانت شيقة مباراة اللي شاهدنا فيها في سانتي المدرب الحارس تاع كريستال بالاس اللي لعب دور كبير خاصة في الشوط الثاني وربع الساعة الأخيرة شاهدنا كيفاش جاري شاهدنا جيول شاهدنا باتريك خيرو لوكا شيخو شاهدنا كيفاش ايز شاهدنا كريستيان جوردان والفيرد زها يعني وين كانت ويست بروميتش رغم ان صامويل اللي تلقى هدف عن طريق ضربه جزاء يعني في الدقيقه 37 من لوكا لصالح كريستال بالاس لكن نقولوا بلي صامويل الحارس تاع ويست بروميتش لعب دور كبير يعني كون شاهدنا كونر شاهدنا دار كايل شاهدنا دان دارين شنا اوكي ماثيو يعني كونار مابي شنا ماثيو كذلك يعني كانت نقولوا بلي كانت نقولوا بلي كانت المباراه مباراه اللي كانت في صالح يعني كريستال كريستال بالاس يعني وين لعبوا دور كبير في هذه المباراه يعني رغم ان كريستال بالاس وين حاول يسجل هدف الضمان يعني في الهدف الثاني يعني لكن بدون جدوى امام ويست بروميتش كذلك اللي كان يحاول باش يعدل النتيجه هذه هي الجوله 28 كريستال بالاس ويست بروميتش الدوري الانجليزي الممتاز للبريمير ليج.